كشف مصدر النقاب عن تولي وكيل الأعمال السعودي نواف المهدي مهمة التفاوض مع محمد أبو جبل لحسم انتقاله إلى نادي النصر السعودي. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت انتشار صورة أبو جبل أثناء توقيع العقد مع الوكيل السعودي، وأوضح المصدر أن جلسة وكيل اللاعبين مع أبو جبل قد شهدت الحديث عن بعض العروض السعودية بخلاف عرض النصر. ووفق المصدر يبقى نادي النصر السعودي هو الأقرب لضم أبو جبل في حالة عدم تجديد عقده مع الزمالك. وعرضت إدارة النصر على أبو جبل 40 مليون جنيه سنويا لضمه بنهاية الموسم الذي يتزامن بانتهاء عقده مع الزمالك.